عزيز احنا عيدنا كلنا على صلاة الفجر عند اهلنا كلنا، لكن نسأل مشعل وين عيد؟ ابيك تسأله الحين. يعني ما بعد حصرية يعني اليوم؟ اسأل اسأل حصرية يعني؟ والله زين هم قضبوني اول ما جيت كلهم عيدوا عند اهلهم يطول العمر هالصباحية هالفجر، يعني بالكثير الساعة 10 كانوا عند اهلهم الصبح. يا سلام. 8 انا 8 9 انا يطول العمر عيت بس من فوق بالطيارة بالطيارة انا وانا من مطار الرياض من فوق اصور لهم ان ما في شبكة فوق، قلت بس اوصل المطار الثاني لاني انا رحت لجدة ومن جدة رحت العمة. يا الله ما لقيت. اي والله ما لقيت، واصور لهم قلت من الرياض خلني اصور لهم، واصور لهم كل عام وانتم بخير من فوق سماء الرياض الغالية. يا سلام. هذه اول عيدية. طبينا جدة جتهم المعايدة، قلت يلا اصبروا شوي في عندي عيد ثاني. ونطلع ايش اسمه واحنا طالعين فوق من جده، نصور عند جده وكل عام انتم بخير من مطار جده واهلها الغالين علينا. كيف اشواقكم للجوال كانت؟ شلون؟ اشواقكم للجوال؟ اشوق اعوذ بالله. والله حسيت رمز وانا حسيتوا بالفرق، حسيتوا ان الحياه بدون جوال احسن ولا بالجوال احسن؟ لا والله بالجوال لين نكذب. ها؟ انا نسيت رمز جوالي يوم اخذته. يا رجل. يوم اعطوني حق التبرع. اها نسيت رمز جوالي والله. لا 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 اي والله قفل. انا يوم طحت من برنامج إيه؟ في اشخاص يعني خبرهم هذا فلان نسيت انس جاني زهايمر. لا 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 اي والله بس ما عيش بدونه. لا لا انت 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 فيك مبالغه، الا بالعكس تفتح مخك وتفتح ذهنك وصار عندك ترتاح. يعني صرنا نشوف ابتسامتك لو الجوال معك ما تضحكنا، تضحك الجوال. اي بس صار الحين صرنا نشوفها. صرت انسى صرت انسى. لا اي والله صرت انسى. يذكرك الجوال؟ والله ما صدق. لا لا هذه من اثار الجوال ترى. النسيان من اثار الجوال ممكن صرت انسى. إيه؟ تدري ابو عبد العزيز يعني خصوصا يمكن انا من الاشخاص اللي انا يعني عندي جدول لما خصوصا اجي ودي اتعلل مع العيال وكذا ولا مجلس ضيفان عند رجال وكذا، انا من الاشخاص اللي احب دائما حتى البيانات ما اشغلها الا في اخر الليل، واحب اني انعزل فيها بوقتي الخاص عندي في الغرفه. جميل. احاول اذا في شيء ضروري احاول نشغل البيانات بهالليل، يعني لمده مثلا ربع ساعه 20 دقيقه اذا كنا نتعلل تعلل له وبعدها طفي وخلاص، واجلس اخذ علوم عيال ونسولف وشلونكم وش في ما في يمين يسار رايحه جاي. هذه صراحه يعني من الاشياء اللي اضافت لي اني استغنيت عن الجوال في البرنامج، يعني جدا حسيت بمدى تاثيرها. ريحت براسك شوي والله. إيه؟ يعني انا من الاشخاص اللي لاحظت مدى ايش كثر كان ياثر علي بالنسيان، بعد كنت كثير اعتمد عليه، مع اني انا من الاشخاص اللي احب خصوصا قصايدي احب اني اكتبها على ورقه، انا احب اني انبطح. وانت منبطح ما اعرف. هذه فيني عاد من وانا بالدراسه ما اعرف ادرس ولا الخص ولا انبطح وقت والله ما اعرف. غير ما تهيضك ريحه الا بكتابه. والله اني ما لين يصل المخ كذا. عز الله يا ابو عبد العزيز. والله تخيل ان حتى بالجامعه اني كنت لازم اني انبطح غير انبطح. الدكتورة مرة شافتني أنا قم استحيت ووجهي قلب أشكال ألوان تشوفني كيف شو تسوي؟ قلت والله جيبها باللهجة الأردنية. يعني هي من حضرية الدكتورة الله يستر عليها، كانت تقول لي مشعل أنت شو عم تعمل شو عم تعمل؟ اقولها انا اقول يا دكتوره والله اني الخص يا دكتوره قاعد الخص. وشو عم تلخص المحاضره؟ هلا المحاضره. قلت يا دكتوره اصبري والله ما اعرف غير اني انبطح ما اعرف يا دكتوره شو اسوي. والله يا عبد ايش اسوي؟ طبع وما اعرف ما فيني عاد هذه من وانا صغير ما ارتاح الا اللي جيت انبطح. حتى قصايدي احب اني انبطح ومرات يعني شنقل رجلين شوي عشاكم. ما شاء الله. طيب في العيد ما طلع شيء ولا كنت مشغول مناسبات؟ ما طلعت بويتات على قولتهم؟ يمكن اكثر شيء في الجو ما اي والله والله يمكن اكثر شيء ابو عبد العزيز صراحه اللي كان في خاطري ودي اني اسويه، ودي اني العالم والناس الطيبين كلهم مو بس من السعوديه الغاليه علي، حتى من الدول الثانيه اللي متابعيني من ضمن القناه، ودي يشوفون وش في بالاردن، ودي يشوفون وش في عندنا بالديره، ودي يشوفون وش القبائل اللي عندنا بالديره، وش في بعض العادات، وش في بعض التقاليد. هذه الاشياء كان ودي ان العالم تشوف. ترى في ناس ما كانت تعرف هذه الاشياء صحيح اللي موجوده في المملكه عندنا.
فقد ما قدرت حاولت اني اروح العمان واصور ابسط الاماكن في عمان، يعني تركت لها يوم كامل. كان سووا لي استقبال ثاني يوم اللي هو يوم الاحد في الديوان ربعي حول العصريه وبيض الله وجيهم، وخلصت وظليت بعدها رايح العمان صورت من كم ابعد عنكم؟ كم تبعد؟ يعني ساعة يمكن تقريبا هالشكل حسب الاماكن المتواجده في عمان، بس تقريبا حول 45 دقيقه بالكثير هالشكل. فحاولت اني ابين التراث الاردني اللي موجود هناك، الاشياء البسيطه، الحرف اليدويه اللي من الايدي العامله من الاردنيين نفسهم، الزي الاردني للرجال والزي الاردني للنساء ايضا اللي هي المدرقه. صورت دخلت على المحلات حاولت اصور مع شرح مبسط وتفصيل جميل، وكان وانا يعني حتى المقاطع بعض المقاطع والصور اللي ادرجتها ان شاء الله بحاول اني اقدمها هنية في مبادره جميله وبسيطه في سبيل ان العالم يعني تعرف وتشوف هذا الشيء. هذا من التراث بالضبط، من التراث ومن الاشياء القديمه يعني اللي لها قيمه جدا عند الاردنيين، وهذا لا يعني ما استغني عن محبه الشعب السعودي يعني وتقديرهم وحفاوتهم اللي ما قصروا فيها من قبل البرنامج والان في البرنامج وما بعد البرنامج. يشهد الله انهم مسام على صدري بتقديمهم في كل شيء. يا سلام لهم فضل علي والله العظيم، الشعب السعودي بالذات. يا سلام يا سلام، انت منا وفينا يا الله يطول عمرك والله يا ابو عبد العزيز، وجيران واخوان يعني ما يحتاج ما يفرقنا حدود، نحن يعني تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل كل شيء، والدم والعروبة، ويعني أنتم أقرب الناس لنا يا أخوي مشعل. الله يطول.